وصلات وسلام على رسول الله. وقت يوكو بنو حن فيلي تدبد الدقيقين مهد جاري عريو هيريتيج كغيب قلواش المانتين وفر فرديانا مقام كي مقع وكفر ديو ايان ليه سبح وناكسن. وحن حوغاك فايدي سنه لغدي بريان ماشا دودو كسعوتي انتي ان برزنتيشن اصول بحين لها وحن اقول لها تيك اويز كميش انا بان كلا تيكي يا صدي حفر قضب عن سكود ديينا بل يلو داغو هوست لك حريقان محيني هاي الدور ك سيلون بيسو human resource capacity دولة ديد محيني هاي ك وغفي لي private sector ك محيني هاي وحانس ليا هاي والا قم مرمان جيجا الصوماليا جيديين كسو بقولني إلى المدح أكوها إنه مقام كان كجوب نؤدون كحد يميش أن هكسني ما بيس عنا وقدم بيتي غير مبارسة إياري وحولا حد المشكول ككوها عين لك المدبع كورا دور كالدولة دول وحن كوها القبصان وزير قوله حوها ساكا عبار ولي حبليني لباتدا عن سلية هاي الصومالية قارهان قبل كان أكو إيج وحا أبو أنس بان سلية هاي وحاوية يدور كي دولد أي سياسة تعليم تدتشين لهاي مقام كي يوميش الله صعودنا أي هاجي لهاي بمدة ما هي ريدي ليبرا يدو كو سماهي ريسو لكن هدي عن ستاندردز في عد دولد بسين هذه سياسة اللي بيها قيها ما بوليسي قيها عنده ولده قيحين وحا آم كسو عرينا وحاوي ملاوالي يقفل بماشا يغموغطو مركا وحان كسو بلونا تعليم المحاوية عاديا إن تعليم المقام محانا جامعة دي هيرد لمدة لكن وحا إلمها أبو كيس دودي شلون ليش انا كسر عين سوى ولا لها حتى يحاكو تماما ويك انه انك كجي لما فقد وقادن اي ايا تعليم تي سي كوريتان كيس هي مسكح دي سي تبع تابن كرتا وحا ابسولوت لا غير نورمال وحا وي بري سكول وحا ليراد انت انا المهم تجيب با سكول بدح فريسن بربارين تي يسد لو افكر لو بريي وحا سدن با مهيبه ما كان وحا شلايه بل هذا أن أفرد كنوع عسى أود إلا بميشا هنا جيسو إلا هي الجولية وحان أنت أقول يردر يا وحاوي تعليم إنكلوسيفة أود إياي أمد بقول كيف كنتم أمزكزي هذا هاي حواري هبلو بدن تعرفوت ولكن هذا المقام كود فروم داي 1 وحلو اي هيومن ريسورس كا انت ربنا اي ان كنت كرسان لحي نوز امريكا دوك دجان انا وان حبيت كا ها وحي يبيهم عفيرو ويالي قبل ابو وان لو لكن مركا لبادا الى اي سيئي بان بلوم هاد عيني اي مركا لبادا بلا سيئي اسكوا اوانا يحكو برتان ولو اخر مرتين يوم الله يعني واحد عربك كون بفما اي مركا بالتعليم تنوع عصو كلا تعليم تنوع عصو كلا هنا كدر على from get go from day one أيام أيام لما أريد كبرين يا ما يش كبرين وحا أن وجود بيا دور كبراف السектор كو محوية كبراف السектор كو بس هو حي هل هو حاشلا لا يوصل بنا بيجي وحا ليري انت عصو سقف عصو مالي لغشق علينا يا شغالها وحالة نوتي ما ما يعرف صدح كم بري قارك الوالي ما يعمل بي هرمود أمر ديس 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 أدوك المركة عادي أبتو شغالها وحا سمية أما أبو شغالة وحا اللي سوحا وي معها بي كوربريشن اسكو وحا لبوت الماء جنرال موتوريز معها وحا سمية وحا يدي SMEs small and medium enterprises أفر قف شن قف لغاتن قف كل شغالين يأدون كواحد
نقول النور يهي ريسيرش كسميه وبدل مركب واحد شوي دين مدن بانس لا يهينا جدي قال إذا عنا محا أي حيستان أولودة هيدها محا كل هذا فاتس ستر كي يريركا محي سوي باعي وحيو باعيهين اسكو حدنا شاهدنا كهد لين وحيو باعيهين محال إلى هذا فينان سوء هو بضنبا هدو يقف كتشير كيسي تكوتي تو كو حسابتن يانو بنك ودي كقادن يانو جري أما ماركت كلو وكرة سنية كوبا عن نقالة أن هيكسرين مفل الليل مسمى نغوانا يومد عن محادينا مركبا كيف يكر مين أن الحيادية أول مسمى يسمى هنا محيوية هي أن يوم الضحانة سلو كبعية ميديم انتربرايز كما عاص أي رقم حاله قد بعيد فحاله قد بعيد هاي دول في حاله لو خر مرا وحويه ما هم جامعة للتقوي وحويه أقوانت فرصنا لك عنت وحاسمية وحويه وهل هل هل بيجا قبسنا يا و سيستم كتعليمات بلك جرمك اللي يا بنتي ما تغنى واتغني انتي ما نغنى وحيد كبرنا يا بجرمكو من المركز هراء دليتي سويل يا جبل بكرة صاروا هي جامعة دوغ المية كيف فرسما جامعة بالبرد كان بل لو كسر لو هذه توبي حد الوحى أي دلال وين وجرتا قفك سيدي الله شقارين لها هدي ورشدك شقارين أيوه يهدو فلان مغانا يهدو إلكتريسيا مغانا يهدو ومد جامعة بوتي قد قال الله يرأي يمو إذا مغانك محفيز فردي ولكن من أعمال كأيها قعانتي يسمعها يا سيدي نكر بلهي دقال عنو قل مغانا لله عدام ما يقوم يد الصومالية وكلتر كان بدلو قفه وحفيز فريستو وشار عبق الشدو ومن الله يرئي كلها مدين المغلقة مركان انجينير في عيني الله وليب الساينس ان تكنولوجي وليس قارينا صارنا لباهنا وحان ايانا قرد الفاتس الستر كفارية وضياء ما الغبي الذي عندي المسلس واصحابتي ذا كان وضفردينيه يعني وحا لو يوسف دحد ريبا جرانا اي وحا انس ليه وحاوي برايفت سيكتر انو خرج كل بحيين ما يقشدون رسم كموع عساهيان ايان ينفر ايا كبوريني قدر قصة دحالة انس ليه كورمر وحاوي انا انو مريتوكراسي وحلي الى اهدو ابورنو هذا جاي صوماليا اكتان ولا ليال مرويني مدن ايال هل جامعة يستهدر كأدوك كسو بواني سمليه هل عسبتال و أدوك ريفير الهوسبيتال ليه هذه المليه قفك بركوه رحلوه الدرامية وذيبنا وحسنوه هم استنبول بول دولي هم بانكوك هم إنديا هم بول بول دولي وحن سلوه يا هاي ملاحظة فرقوه يقوى عن الهدس مغرب المغرب بيانبا الفيس متكو هو وين لقى السيقل هو وين كتاقيا مدحوين المصنف معنا سيقل أربابه وحاوي وحن لي لهذو اكسلنس سنترز اوف اكسلنس بل وحون لي لهذو اسبطال كاس جامعة داس وهي كأدوك جاريسة وانا كتاقا ان شاء الله الفيس متكاس وحن وحن كبورين وحي مضحة وغورا معها ما القضية النظر انت فضيليه انت ميلاها كله اي روحا ليه وروحا بلا ليانا ميل قشتا وحا ما كذب مهارا اما وحا كمبيتيش اللي عاسي الدين كان اللقرنا وان وحا فيليا تدبدي مرين انت كله يبن و مل في حمد المرين الناي تانك يبحي وحاوي حوشا نوعا عبد التنصن الفراح كوريجري انت جيسك عفريكي رأيه بسوئلي تاسو si loo gaado xilmooyinka geyiga Soomaaliya aan leenahay waxaan u baahanahay cilmi baaris rasmi ah iyo hay'adihii cilmi baarisa noocaas oo kale ah sameyn lahaa haddii research institute haddii time maxaa ku yidhaahdaa research-ki shalay aan dhegaysanayn ee qiimaha iyo qaayaha lahaa 200 sano aan waxaan filaynaa deegaanno aan dalkeenna iyo dadkeenna ahayn inay naga warbixiyaan oo annaga inoo sheegaan geeska afrika sidana lagu nabadayn karaa geeska afrika sidana lagu wax loogu qaban karaa waxa aan aaminsanahay khubaraa lagu filanayo waa la yahay
هدي أنا جاي جوجي نمبر سيري كوا إن أجمع مكان دلوقتي هذا أدون كهاد لو تمامه وشاي لكن مو كتاعي وإلى هيا ودي سيري أنا مد سنة كي تدبعتنا دبردقي سيري أنا بيجينج شانغهاي لبدا بكيا غيب قاتو وحاي كفا أنا وامحي وحاي كفا أنا وحاوي تدور بقول أم مليان أوقف بان الصبوة كسر صار نوح مسوي جرسين ما المعيشة دو ومن الكلاس دو كل بيها أنا كتدور بقول أم مليان تاو وتمر تاو مليانه والولا ليالا هنا مليان يلا بقى يصدح صبوة كسر صار نوح دو ودو ما يرجو بيها دو مي جو بابا يعني هي ملكة دي جنبك وحا إنو أول دايرو سورة جلينة وامحي وفاكت بيست ريسيرش analysis دولد إيه برايفت سيكتور مثل كستانا هاني بلوطة يعني حقيق ده أنه كل من الوقت خرج جيلينو سمعينو ريسيرش انستوشنز لو حاسة علم البانيس تمر كان ملك جيرنو أيو بين أرائنا دونك والله ترتمي كرنا عما هميلوين كده دونك اللي قاله هاي في مولانا ككل وكل يا راضي بانو ملايني غضب وغضب بيان كحيرا يا هذا الكيم حوي هاي النبو ريانا انت انا اسكت الشاني بلد اللي يرتي ان يتشيرك انتي يبدوك يبدو حالة مريم وصومالية هذا اللي وشا يا غربية سنسل عشان لهين مسكحيا اقول اروح على غيرها بين المدية اللي بكيها اللي ايرو سبيسي وحبرتو دي حين جايين اتانا عن كده دارنا وامها سنتي سلام الله عليك waxaan matalaya Dabshiil Group of Companies hase yeeshee hadda deewa the larger sector key private sector key ayaan maartay waxaan matalaya panel kan saad u soo intihiin wadankeena Soomaaliya iyo guud ahaan matan umada Soomaaliyeed arintay waxay soo martay matan ka ma shaakeynayno muddada ay ku jirtay xaaladda private sector ku socially haga dhaqan iyo xaqi bulsho iyo xaqi dhaqaaleba waxay ka hayeen laf dhabar ayay u hayeen umada marka la yaab maaha in la weydiiyo waa maxay roolka ay ku leedahay si structure oo habaysan maxay rool ku leedahay horumarinta awooda binaadana ma tanan leenahay horta waxaan doonayaa inaan ka hadlo roolka ay leedahay oo mataana doorka ay ku ciyaarayso oo shirkadaha iyo private sector ku matal uu ka ciyaaro oo doktorku uu hadda noo yaray iftiimiyey waa mid private sector ku employer ka ugu weyn oo waa shaqaalaysiin fursadaha shaqaalaysiin marka la yiraahdo waa sector ka ugu weyn marka isku soo darto aanad shirkadaha oo mintana waaweyn oo kaliya aanad ka hadlin aad ka hadasho private sector ka oo dhan isku darto ilaa 80% ayaa laga yaabaa mataa inay shaqaalaysiiyaan dadka awoodi shaqaalaynta awoodi wax soo saarka leh sidoo kalena si nidaamsan marka loo hadlo former employment marka loo hadlo shirkaduhu door weyn bay ka ciyaaraan oo statistikada shalayna la tusayay waxaad ka arkaysaa shirkadaha waaweyn inay door muhiim ah matana ka ciyaaraan Dabshiil Group of kale of companies oo kale ilaa 6 kun oo matana qof ayaa shaqaale toos ah halka inta labadeed laga yaabo matana si indirectly ah ay uga faa'iidaan sidoo kale waad arkiteen statistikada shirkadaha kalena waad arkayseen taasaa ku tusinaysa marka inay fursado shaqo oo toos ah ay horta bixiyaan sida awgeed markaanu ardayd oo kale shaqaalaha markaanu qaadanayno ee interviewda aanu ka qaadayno su-aasha markaad weydiiso maxaad shirkadan ugu dooratay waxa ku leh waa shirkada ugu weyneed oo si structure ah qofka shaqaalaysiinaysa marka waxa weeyaan waa shirkadaha ugu waaweyn ee wax shaqaaleysii weeyaan sidoo kale waxay siiyaan ardayda waxay siiyaan shirkadooda marka ka hadlo waxay ardayda waxay siisaa fursad ay experience ku yeeshaan waayo aragnimada shaqo ay ku yeeshaan waa dugsoontii jaamacaduhu way soo saaraan matana culuntii way siiyaan laakiin haddii aanu ardaygu helin fursad meel jawi shaqo oo toos ah aanu helin the practical matan ma helayo oo experience key matan ma helayo sida uu internship ayaanu bixinaa waxaan kala bixinaa apprentice wax la yiraahdo oo ardaygay inuu muddo nala shaqeeyo
سحر فدي مثلا وهو هلو بدل كودنا مركا قدام بيسا فرصة بيتاسيوسي ساينة مثلا سيطوصة لو شغالي سيو سيدو كلا شغالها عصوم مركا لقاتنا وحالا سيا on job training وادوكتين شركة انجو شقوين كلا دودونا يليهين مناها دوقفكو شام عدو التوس مركو قصبحو إنو عرفدي سي مثلا وكو شغالي ليو مركا on job training يو نظام يو كلا وعرفدي سي مثلا كور لو سيقالي يو aya iyagana la sabeeya markaan ka hadlo xaga supply side ka maxaanu ka geysanaa in tacliinta iyo human capital kuma taqaan badana la siiyo fursado ay loo kobciyo waxaan noo imaada shirkadaha noo imaada schools ama ku taxaluqa jaamacado ama education institutions sameeya iyaguna waxay u baahan yihiin resources ay u baahan yihiin سادوك سونتي هين public sector مثلا education system كو ده وعردنا وسيلو مثلا وزير كنو شيغي آد با وحبضان با مثلا كلمان مركا challenges كتشرا و skill mismatch وكمي دي هاي إنا حبين كان نقونا وحان وطرنو وحيالا نسامينا حكام دا مثلا financing إنا نمتقا نو فرصادو سينو شركادها يو شخصيات كدولي يلي قيبتا education كمثلا يقلان كما تشوشينو sida runta iskuulada ugu waaweyn iyo jaamacadaha ugu waaweyn maalgelin xoog ah ayaan u siinaa ilaa bilow ilaa matan haddoo matan heer kala duwan ay joogan waana arrin ka siman gobolada dhan matan ka siman haday tahay Soomaaliya South Somalia haday tahay Puntland haday tahay Somaliland arrin mataqaana laga wada siman yahay matan weeyaan sidoo kale wadu something donations ayaa la bixiyaa oo shirkaduhu waxay bixiyaan matan donations jaaliyadaha fursad baan u siinaa inay mataqaana aanu lacagtooda la ururino aanu account soo taano u sameyno aanu network mataqaana isticmaalaan si iyaguna mataqaana waxna ay u soo ururiyaan marka dambena anaguna waxbaan ugu darnaa taasina waa mid mataqaana markaatima doonta meel kastana laga helayo markaatima laga helayo arinta kale mataqaana aanu doonayno inaanu hadda wixii ka dambeeya aan xogga sii saarnana waa inaan collaboration la sameyno mataan public sector-ka oo sadex soo intihiin manhajka marka la sameynayo waxaa qaacidaha oo loo baahan yahay in danayaasha oo mataan stakeholders in iyagana ay aragtidooda ka dhiibtaan baahidooda mataan ay soo bandhigaan manhajka la sameeyo haddaanu ka turjumayn in xirfadihii iyo skills-kii loo baahnaa in la helo way adkaanaysaa mataan in private sector-ku mataan ka faa'iido wax soo saarkii jaamacadaha iyo institutionada matana kala duwan sidaa awgeed waxaanu jecel lahay waxaanu ku boorinaynaa jaamacadaha waxaanu ku boorinaynaa matana wasaaradda tacliinta in ay stakeholder matana forums and stakeholder matana meetings kala sameynayo inay private sectorka matana xoog iyaguna matana ku yeeshaan si loo xoojiyo collaborationkii ka jiray private sectorka iyo public sectorka jaamacadaha laftoodu research collaboration iyo linkage iyo partnership ayay ku shaqeeyaan matana jaamacadaha adduunka oo dhan oo ku horumareen waad ogsoontiin dhammaantiin waxaa laga yaaba mata inaad scholarship one way or the other inaad uga faa'ideen scholarshipskan waxaa bixiyaa inta badan dowlado maaha waa shirkad weeyaan qaar badan baa foundations ah qaar badan baa shirkada iyagoo danaynaya areada matana ay ka shaqeynayaan in researchka matana loo sameeyo waxaanu markaa jecel lahay in aanu jaamacaduhu maadaama hormuudkii tacliinta matana ay yihiin inay iyaguna si gaara ay matan u xoojiyaan sidii collaboration loola samayn lahaa shirkaadka oo baahida gaarka matan ay leeyihiin ee matan iyaguna u eegi lahaayeen iyaguna ay uga faa'iideysan lahaayeen oo research funding iyo scholarships iyo waxyaala noocaas oo kale ah iyagana matan loo heli lahaa waxaan ku soo laba qodob ayaan maalinta doonayaa inaan matan iyagana xoogga saaro waxaa ka maqan waxaanu doonaynaa iyaduna matan inaanu ku dhiirigelino professionals iyo xirfadlayaasha inay iyaguna samaystaan ururo u gaara ururadaasoo iyaguna ka qayb ka noqonaya sidii standardka tacliinta iyagana matan loo ilaalin lahaa standardka tacliinta loo eegi lahaa matalan xisaabayaasha oo kale walaashan shalayto waxay noo sheegaysaa in 80% actually statistikada ku jirtay in kooraska ugu badan ee ardaydu ay qaato uu yahay business administration accounting HR iyo matan iyo wax lamida waa xirfado ku dhex jira matan school of business and economics marka sadex soo tahay laakiin waxaa laga yaabaa inaanay jirin matan ururo association oo gaar ah oo standard-kii matan ilaaliya
هذا حسابي شوكلا ده ستاندرد بلدونا وقت إن أزوجة شوكو ده يشان أو ستاندرد كي إلالية أو شام عليه يكلي عليه لفت له مثلا حرف دم بري يقولنا إلى إلالية مثلا ستاندرد مثلا إلى إلالية سي أي وقت يجون تبع هذه الشركة هو يو 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 قارن كده مثلا أو لها so the role of professional bodies وكم مقيا هاي حاجة تعليمها وحنا إنه جعل هاي وزير كتعليم تيسقونا وقلب كا ومثلا حوشيو أو مت إن quality assurance كمرك على سماه شام على ها يو 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 تعليم تبع professional bodies كنا مثلا طيب كي يهين engineers كوك على engineers كوك على وعذر كسا engineer بعد مثلا شغال يسين إسا لكن actually skill كيسي skill engineer ما was something else مرك standard كي شام عدد كليه ما يلالين كرتون شام عدي واست وا هذه اسمح حسابين كرتيد هذه هو كيل كديل كيل كديل دعوته يمنه هو كرتيد adigi ismar regulate gare gareysid marka waxa la doonayaa aanada board independent ta inuu matan regulation key iyo standard mataqna standard key matan waabooro sida awadeed medical associations the lawyer society teachers associations waxa la dhanba ayaa loo baahan yahay in ayaguna ay dhisan yihiin sidaas ama taqana xaga standard ka hadaan ka hadalno qayb ay matan ka tari karaan arinta kale ee hadaanu shirkadahaana inta private sector ka ku ay xog u sameeyse waxa weeyaan waad ogsoon tihiin Soomaaliya مسجلين الصومالي الدكتور the main Somalia وحوي أن عندهم كإنترنت كوتشان أيوه قبلنا يا لادا مركا حاجة بانغويت كمركا ليرادو حوج متنا أيان 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 كلها ناي وضربة الريجن كلفته متنا أدفانتج أيان هم تنا هكا عن كجلنا ناي تلكوميكاشن سектор كو وتلك وسектор آدي آد متنا وهروك عيوين وهنكم هذين متنا شركات ودلال كمتنا يكبحين أنا أقول متنا القيد وين متنا كنا ناي sida ay weeyd hadaan u doonayno tacliinteena inaannu caqabado badan ba jira laakiin technology uu caawin karaa marka inaannu technology ga mataa caawino wasiirka tacliinta his excellence golah wuxuu sheegay shalayto in ma taqana ay macallimiinta doonayno toobaraan oo isticmaalaan hub online laakiin habki waa la balaarin karaa marka waan ku hambalyeynaa ma taqana in ma taqana isaa u fikirayaan iyaduna shirkadda telecommunication ku waxay seenayaan waawga capacity inay leeyihiin imata inay wax qayb ka qaataan oo ay caawiyaan oo ay bandwidth kii loo baahnaa matan ay siiyaan ana wadaan u daabshil goobnahay Somtel company-geega portfolio-ka telecommunication-ka diyaar bay u tahay arinta inay mataqana inay dawladda kala qayb qaadato markaas sidii aanu soo sameyn lahayn proposals development iyo waxyaalahaas aanu ka shaqeyno insha Allah ta'ala waye wadamada horumaray conflict ka matan ka soo baxay waxyaalaha ma taqana aad iyo aad ka u caawiyay waxa kamid ah matan IT go isticmaaleen tusaale Afrika dan ka soo qaadanay wadanka Rwanda kale hadda waxa laga yeynay Eastern Central Africa ay noqoto IT hub inay noqoto ya oo jaamacadihi dibadda matan MIT iyo Carnegie Mellon iyo jaamacadaha kale matan dibadda oo dhanbay matan fursado u siiyeen in ay ardaydoodina matan ka caawiyaan to the extent hadda tuulooyinka iyo dhulka ruralka dhulka miyiga ayaa wax iskuuladii waxay leeyihiin labs ay leeyihiin common labs ay leeyihiin shanti iskuul xidhi iskuulba waxay leeyihiin common lab marka insha Allah taala waa gaari doona heerka waa gaari doona laakiin waa inaan fiksano weeyaan waa inaan fiksano oo aan ku ekaano mataan dhibka hadan haya insha Allah taala kaana waa laga bixi doona qodobkii aan hore aan soo sheegay waxa weeyaan collaboration ka jaamacadaha iyo matan xagga research ka xagga curriculum ka manhaj ka la sameeyo inta oo dhamaanta inaan qayb ka qaadano intaas aan ku soo gabagabeynaya saad ogsoon tihiin private sector ku waa wuxuu u baahan yahay dhalinyaradii soo baxaysay inay xirfadii ay u baahnaayeen inay lahaato tiina waa system integrator ayunba soo saari karaya marka inaannu doorkeega ka ciyaarno matan diyaar ayaan nahay qodobka kale TVET ku waa laga maarmaan adduunka kale jaamacadaha lagu matan ma sameeyaan oo lagu ma ordo waxa weeyaan mid level colleges college u dhaxaya secondary-ga iyo jaamacada ayaa xoog la saaraa si ardaygu ma taqaana route-ka jaamacada kii waya oo tan kale matan u raaco ka route-kan raaca laftiisa wadadan raaca lafteeda ma taqaana xirfada iyo TVET-ka raaca marka dambe jaamacada ayuu toos u gali karaya sida awadeed waa muhiim in la sameeyo hab kaana mataqanaan aan wadan ahaan iyo qaran ahaanba aan ku dadaalno hadda waxaad arkaysaa two based yashii mataan ayaa hadda mataan wadamo kale aan ka keenina
qofkii electrical sameeyay ayaan waddan kale mataan ka keenina taas waa fursad shaqo oo luntay kaliya mataqna maahe waa reer dhan oo mataqaana matana aad qutilooyinkoodii iyo shaqadoodii iyo incomekoodii aad matana la lumiyey weeyaan insha allah tacaala aad baan mataa aad u mahadsan tihiin waanu isla wada dadaalna insha allah aanu mid kastaaba mataqana doonta dhinaceeda ka qabta insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم كمان سقط جاش الشركة وسويج مضح المسؤولين يأخذون هنو يفجر ياش بشدة كان حطبة قفت استوى هذا كان فريا وعند السلام يا مكان سيسا يمسوه بجوه وعند السلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدوب طبعا نروح مع العيد أحيو سجنتي وحلقة أنتي جوا ريسي طبعا حتى حلا الكوفي هرتك ماسك سيبي كوفي كلا صوفي شتي مركا ثلاثة ساعة هذا صعب مرجع عبد الله مرسان واي وحنا هاي مرها هم فاونديشن وآه كربوي فاجس ما سبلت وين كي كان شكله هم تركم هم تركم و عشان كذا دبلة xarumaha koobka Soomaaliya ama u qulay qasabta Soomaaliya ee waashiga digu wadaysay waxa ay leeyihiin inay sameeyo Soomaaliya ee xasaan kula baray tan ku Soomaaliya oo joognaa ka soo gudbiyay kamida ee yaad calaweeda ee yaad kamida ay shirkadaha ugu waaweyn ee ka jira Afrika waxay leeyihiin dad native ee shirkadaha communication ee ka jira dunida inteeda kale oo waxa kale multinational companies and would telephone go to Somaliland you go to go to Somaliland and they have strategic partners and they have interconnections and role the black sector in your kitta ama kana ba sadah lo yu kan ka in your in a force of run magina ya Somalia yani in the ratio ki and also hay fitta man ka waxa weeye wa shaqada أما حولها قرطان براك فكرتها لديه ذكر الدول سيدة المتوقتان كنت بلو في دولة الصوماليا وحاد كل سنة يوحل إلى إستاثين وصول قال دولة الصومالية وأيها أبن غربي في معنى هذا يجري في الدولة في دولة الحين جبتي بحي معبور اللو بردية عابوا من الشكلة حوالف عابوا من الشكلة الثلاثين عابوا من شكلة ديارة كشكلة إيرلاين بسي عاو الإدكيشن المدرة فرم برامري إلى هاي إدكيشن عاو منها إن نوز سعون هاي بيها كشكلة خالقة طبعا محاين شكلة من العادة وشكلة جوب أدي 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 وروبي أي أدي أدي تغير غروس هاي إن هو شكلة أيضا وطلوطة من شكلة ليو جرعة الصومالية يغوص مرد جديد صومالية بمثل سيجا المثل يرادو إن النظام فبسة هذه سيا عالم كمثل هذا الصومالي والجابليزا تلوكوميونيكيشن وايز مثل هذا غالب افريكا انا اكيد هم مليانين لهم افضل شن انا لاي ودول متعلمين لكن حاجه تلوكوميونيكيشن غير غير كلام دول مكا ودك يعني هذا انت بالك غالي اساء هاتين مثل في ظاهره الدوله الصوماليه في ظروف الجبتوس وين كان ابي وقتها من سهلنا براك ستر الدولية بوس في الدولة ورجل معهم لكن وحس ورجل كالحياة حياة البنالية هم يتركوا من دمعنا في قدر ملا رسولانية في جسد وحيث ما يسا مال قليل مال قليل تيرا مش غير قبر يسولون وحا أساس وقت النقوة مثلا أنا بيوز البلد لقد جميل تلح شيء كون وإن باهد جفته وتهاجن له الحل لغ وإن لسما يروح لي إلى هذا شق أبور بس مثل لسما يروح شق أبور شغال أبور إذا ما صدح إن ما له رمو لا يغلق في أمور خير بيقول بس كبار ممكن إلى هذا يوم كل كارتو على أساس أه أما فاونديشن أه عبر شغل التعليم ده في التعليم ده لو تجيب كنت بحان contribution أبدا يحب أن يجيني إن تعليم ك لما يجيني أن وحنا من الشكل الإيمان من السفر لما عدى الغموض من سفرتي ومنع تخلص كيرو وفوق السارة يعني من فوجة
شرط التكنولوجيا يو تلكوميونيكيشن كا سلوه كلا منا باهدا باهدا تربية هذا الدولار عندك كله سنة كان هذا الجو وحنا نجي كريني أنا داخلني مسوي عبور المياه جزء وده بس ما اللي هي كله أي فما جزء كده سومالية ولا الهنود تلقون سوين شيء بروجرام ده راح برشة وصفرا لو تفتح مايو أرضية سومالية أول دكتور نوفا برشة الآن أول كم مسكين كريني هو فرصة وحنا سيبنا كأن أرض هنا أرض الدولار سومالي كله وصلنا الجامعة كبحي جامعة آل كل واي والد كبحي كل واي كان كان يقول لنا بعدين حاجة كشيء يكون جوليستي لما تطلع وتبقى له أرضي اللي قاعدين هي سؤال شيء قال سؤال شيء سنة لا الحين كان حتى هذا يا والدجنة يا جدي أنا كان جماعة قمنا في فرنس والله جلا جدا هاي تهاي من أحوال دول صار إلى صار صار أرضي كثار تيجا إيه بقرنا يا الله لا نفتح لنا إيه فرص كلها أرضي كثار وحنا من أديجيو أساس من الله سبحانه وتعالى كل مين بيجي وعندما سلام سومالي بانك وكمشة بانك موجود في الداخل لقى كورة سالم كده يعني كده في أداة البنك لوس مثلاً لوس كده وعلى سواء كان أداة كان من هذا الموبايل مريه أم إي بي سي ده وأداة وهذا الموس كان دكت براكتون وأدوية كده يعني دكت سومالي هذا هاد ممكن يجوا هذا وعلى سواء كان كيا أداة كان عك لكن إي بي سي كده سومالي يجوا دكت سومالي هذا أن يجوا كمان وحاولوا استعمالاتي وبلاش أما فريقة أن ذلك كان أذيك استعمال جيسي وغير كل جيسي إلا حكمية أما هوت لوديو إنفليه ويك في صومالي إذا ما كانت غير كل جيسي وحلينا هذا إلا إنه بري أكسس تو فاينسي إن دفع العكران وحمسة سنتين جريني معناها هاي أذها أو دغها بحيو ماشي صومالي هاي سيكي كيري العين إلي ما كان العك وشيف الوزاتي يكون جارته العكران كل أسرة من سنة غارة زلت الصومالية كل مغاطة باو برجيسة بطكة الصومالية يعني تلك الكلام هي أبوه عايها إدران يعني أدران إنت بلن ويوين ساسي لبنك هاي أي بتبادسي أي العايها أي سمال غلطة أي سمالي تلك الكلام وحادث وعتمدة كان حكيت دي إيفاين لتا بروبلم بطمي بطوة الجرائي في أرجع في لغة الدرامي شكل هنال جنسي جاس gas tahu kasus, kita perlu ada alternatif untuk usaha lagi malam, dan baru mesti kita nak kena Allah halus ini, dan kerja kita uha nasihatin, nak cari ilmu terjadi lah, ilmu lalu alur, aisyah jiran energi anda bau, dan muskil, dan berbuat air atau nanah kasihan itu, dok kerja foto kita kini hal, aiman kini sih kontra, kita punya dek tu, syahrul punya uha berbuat. هذه كيلوات هو هامالكا 1.3 سنت يو دولار هذه كيلوات معناته عمرها افريج 0.45 تاسم عليها هي ان بيت هوت لوجيكي الا هي لون بقول 200% مليون مارجن تهوس متى الا يهوس مثلا لاجل مدرسه الغازيه كيف كانت شركه واشكال كريم هذا اللي هذا الصوماليات اللي فاونديشن كوبري فاونديشن هذا هو المجري بيرو فاونديشن هو حاليا الفوز في دارك الشفايتا على هذا هو المريض اللي هو مدير يعني كان انا بقول انت هو قال وقول لك وقدم كما شفتوا هو مثلا دور ولا فاي ريدن فكا وحاس قد هو انا نور ان مارجن من فوق الصار ديفلوبمنت لكن بيفرضون كارت كده ثم شغال كده يونيتيريا كده يونيتيريا كده لو حضرتك ما قررت حتى بيفرضون كارت كده مالك مالك دايلماس انه في جنرال شغالنا هذين نقطة حاس لمدة اي تست وبيونيتيريا نوع دون تاهات هو في عن 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 وده هو قلنا صفر وافكتيف ود الاجابات هذا كله عايقين بنا اصلا زمان صوماليا زمان كان في صوماليا انت كان قاعد مدشون أنا بقول جميع زمان فارغ غريبي، طبعاً بقول إذا شيء غلط شيء هو مو وايد، لما يسمون من بلال أيها الحين، أيها الجامعين جد يعني، لكن لا غير مدرسة ولا يقبل هذا. يعني مركّة لك أولي مثلاً يعني كان أنا روسي روكا يعني كعادنا، لكن مشكلة بتقول هاي كهاي هذي عند بروتا أنا بتكلم لا موتير كروي مثلاً. يمكن أن يكون هناك بعض المشاكل.
سيد رجل إنه من فشل التاجين هاي هو طويل المقياسنا. أنا كنت كنا عشت كما كان هاي وحنا نضرب كنا أو إنه بلاتفورم سمينه بلاتفورم كاس كلام عامله international community ga si lacag ay dabad uga timaado dalka lagu horumaray waayo xoolaha adduunka maraya xoolo yar maaha haddii wax yar in ku soo leexdaan intaan leh oo 0.4% waxa dhici karta wax badan oo la geliyo meelihii loo baahnaa wax badan baa lagu qaban karaa sidaa daraaddeed waan doorinayaa ama bogaadinayaa dowladda federaalka runtii xiriirka ay la samaynayso IMF-ka iyo World Bank-ka oo laga cafiyayo deyntii soomaaliya taasi waxay keeni doontaa in shirkadaha caalamka lagu soo dhiiradaan laakiin diyaar ma u nahay inaynu kasbanno shirkado dalka maalgelin gashada waayo lacagta laga hadlayo soomaaliya dhexdeeda ku wareegaysa hadda hadda runta idin sheego bankiyadu waxay hayaan lacag gaaraysa 360 milyan oo doolar laba daarood oo lardhi ku taala qiimaheeda maaha dowladda federaalku bajetkeeda waad la socotaa ma bixin karto mushaharooyinka afar wasaaradood ee dalka ma bixin karto kama maarmi karo in lacag dibadda ka timaado dalka oo investment lagu gashado kama maarmi marka maxaa loogu baahan yahay qolo kasta looga baahan yahay horta marka ugu horeysa ganacsatada waxaa looga baahan yahay inaanay dhibsan dhismaha dowladda waayo lacagta markay soo geliso waxaa lagu geliyaa dalka waxaa lahaa credit rating oo dalku leeyahay wuxuu ka bilaabmaa waxaa lagu tilmaamaa waa saqafka guriga aad ku jirtid weye intuu leega inanku meel hoose baynu joognaa dalka credit ratingka shirkaduhuna waxaa lagu tilmaamaa qof istaagaya marka haddii qofku dheeraado saqafkiisu waa gaaban yahay maxaa xiga in dabarku jaro un bay ninka gaaban wa iska mulciyan karaa meel guri gaaban wa iska dhex mulciyan karaa laakiin shirkadaha kan iyo kadin ugu jirta in maxaa la yihahdaa ay dowladda ka caawiyaan sidii ay u dhisi lahayd nidaam soo haga maalgelinta dalka annagu bekale waxyaabaha aan tilmaami karo oo dowladda maaragtay iyo kana looga baahan yahay waxa weeye sharciyada saamaxaya in dalka lacag la gashado waxaa ugu horreeya sharciga maalgelinta ajnabi sharci baad qoran anigu aanan u bogin u baahan in dib weyn loogu noqdo waxaa loo baahanya sharcigii shirkadaha waxaa loo baahanya sharcigii caymiska oo la hagaajiyo waxaa loo baahan yahay rahanka guryaha sharcigii ka weli lahaa waxaa loo baahan yahay qiimeynta guryaha waxaa loo baahan yahay sidii accounting loogu samayn lahaa shirkadaha waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha la weydiiyo weeye marka iyadoo lagu diyaar yahay oo adduunka kuu diyaar yahay baad intaa midna si fiican u hayso xitaa kan badan looga weli si fiican looma saxiixin madaxweyne ma saxiixin marka waxaan idiin sheegayaa run ahaantii dowladduna waxay u baahan tahay inay sharciyada ay hagaajiso annagu amal bank haddaanu nahay commercial bank baan commercial bank wuxuu ka shaqeeyo waad garanaysaan deposit baa la qaataa dad baa deyn la siiyaa saasuu u shaqeeyaa laakiin waxaan ku dadaalnaa inaan aad u anfacno ummadda oo platformka bankinka horta marka ugu horeysa aanu ku soo jeedaadno lacag fara badan oo ama microfinance ah oo dadka danyarka ah sida iyo dumarka iyo dhallinyarada la siiyo lacaga yar yar oo ay ganacsi ku bilowdaan alxamdulilahi guuwel baan kuti ka gaadhay arrintaas boqolkiiba boqol oo siyaabo badana oon warankooda maanta ilaa 30,000 qof baa shaqeeya oo si in daaragta aanu lacag u geliyo rahanka markaan dumarka iyo caruurta dhallinyarada aanu had yeesho ka hadlayo mushkiladu waxa weeye waa labada fi'adooda dadka aan haysan waxay rahmaan haysan waayo hantida maguurtada ah raggaas ku qoran sida ay u badan tahay sidaa daraaddeed waxaan ku dadaalnaa inaan u samayno mechanism ee qofka dumarka ganacsata ah ee aan mataqaana ama ninkii furay oo aan haysan markaa wax hanti ah laakiin fikrad haysato in wax la siiyo ay wax ku bilaabi karto dhallinyaraduna waa saasoo kaleeto oo nin iskuul ka soo baxay wax shaqa ah matalan maanta halkan waxa laga tilinayay shalayto 100 dheeraado jaamacadaha anaga markaan jaamacadaha ka bax iskuullada ka baxnay maaha jaamacadda iskuullada ka baxnay waxaanu haysanay choices fara badan baan haysan loo wasaaradaad gelay kartid gal jaamacaddaad kartid gal militariga noociisa kala duwan gal wixii maanta ma jiraan
marka qofka dhalinyarada ah badanaan ku khasban yahay inuu shaqadiisa isagu samaysto oo uu noqdo interpreneur isagoo aan khibrad lahayn, isagoo aan soo shaqayn, laakiin gaajo hayso, u baahan inuu soo baxo, guursado, wax qabsado. Taa waan ka saacidnay, dad badan baan runtii ka saacidnay oo ka baxsan wax ka awooddayda ka baxsana. Dalka Soomaaliya iyo oo dhan meel kasta hadda branches baan ku leenahay, meel kasta oo markaa regulationkeeda daakhiligaana waanu satisfy garaynay, laga bilaabo looyacado ilaa iyo jubooyinka. Meel aanaan investment gelinna ma jiro. Sektorada aanu isleenahay waa ku fiican tihiin. Waxaa ka mid ah caafimaadka oo sharaf aada looga hadlay. Skeelka cusbitaal ugu waaweyn xamar maalgelintooda iyo ballaadintooda annagaa bixinay oo mataqaana hadda shaqaynaya oo la yimi qalab. Marka waxaa kaloo jira inaanu aada oo macaamilay oo anaku ugu furnay wajiyo ama web banka xiriirka ka imaanaya lacagaha la gashanayo dalka, ama ha noqoto maxaa leedaa shirkadaha kale Scandinavianka oo iyaguna gashanaya dalka. Inta waanu ku guulaysanay dalka inaanu keenno oo ay maarata maalgelin samaystaan oo ay aaminaan sectorkan banking. Waxaanu kaloo aada ugu dadaalaynaa inaanu bankiyada kaleto la samaysano wax wada qabsi si aanu u yeelano direction cod midaysan aanu yeelay. Waxaanu runtii dowladda ka codsanaynaa haddii wasiirkuna maqlay, wasiirka arrimaha dibadda ay cawd haddaadna maqlaysa, waxaa jira nin baa wuxuu ku yidhi aabbi wuxuu ku yihi hooy aabo hooyo igu sheeg waxaan adigana wax ku yeelay anigana wax weynaya. Marka waxa ugu weyn ee haddana haystaa waxa weeyaan transferka markaanu lacag samaynayno waxaanu leenahay waxa la yidhaahdo maaratay cross-border bank swift course baanu leenahay, laakiin haddaanu $1,000 bixo dib baa lagu soo celiyaa. Meel lala ka haystala garan mayno runtii, waayo bankiyadaasi waxay ku leeyihin waad caawinaynaa laakiin meel baa nala ka haysta. Meeshaan nala ka haystala waa meel macruufa oo waa wax matalan beri aan maqli jiray Ethiopia berigii qoladii hore ee maaratay dictatorska ay haysteen, qof baa jeel la gelinayaa, ciddii soo xigay baa la inoobayaa, markaasuu 3 sano iskaga jiriyaa jeel. Marka qolaa jirta la xidhay ma garanayno in meeshaan nala ka raadiyo baan jeclahay. Waayo haddii la rabo banking sectorka in la dhiso, waa in loo ogolaadaa formal transferska dalku inay maraan. Waxaa dhacda in lacagaha naloo soo diro ay hay-aduhu bixiyaan xawaarad naloo soo maro, taasina waxay keenaysaa inaanu banking systemku kuribarkarin. Marka waanu jecelnahay in ciddaana haysata idinka u faraadu nuubale inaad lagala hadashaan, runtu waa jecelahay. Waxaa laygu yidhi madaxweynihii baa soo socda oo waa soo koobayaa hadalka. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan kadabgarayaasha iyo heritage specially platformkan ay samaysay ee soomaalida isku arkayso. Aad baan ugu mahadcelinayaa, waad mahadsantahay. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.